لاعب عثمانوف في الركن الأحمر في وزن اللايت ولتر ويت 64 كيلوغرام بإدارة حكم اللقاء من إيرلندا الحكم ماكريغور بن جون بول بانيوم. يقابله في الركن الأزرق من مانيلا with love الملاكم القوي البنية جون بول. في الركن الأزرق دخول واثق إلى الحلبة. حكام هذا اللقاء أو قضاة من كرواتيا وبلغاريا وسلوفاكيا وإيران والسعودية. المملكة العربية السعودية الشقيقة حاضرة لمشاركة في إصدار القرار هنا مع الحكم الدولي سعيد العنزاوي. تعليمات السلامة. يسرني في هذا اللقاء أن أستضيف الكابتن محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة. مع بداية الجولة الأولى نرحب بك كابتن محمد مصبح ونشكرك على حضور في هذه البطولة بهذا الشكل القوي والمنافس. أشكر كابتن محمد على الاستضافة الجميلة هذه وفي الوقت المناسب. المباراة هذه تعتبر مباراة مهمة بالنسبة لنا. اللاعب الفلبيني هو اللاعب اللي فاز على اللاعب لاعبنا لاعب لمنتخب الإمارات ماجد. فاللقاء هذا جدا مهم بالنسبة لنا بحيث نحن نشوف أخطاء اللاعب وطريقة لعبة اللي لعب فيها البارحة، هل بيعدل من أخطاء اليوم؟ أمس كانت عنده عدة أخطاء بس للأسف ما قدرنا نستغلها، كانت النتيجة بيننا فرق بسيط يعني 9-10. اللاعب الطاجكستاني. نعم كابتن محمد، اللاعب جون الفلبيني لعب أمس مع اللاعب مايد، وفي وجهة نظري المتواضعة اللاعب مايد النقبي كان الأفضل في الجولة الثانية والثالثة، فما كان سر الفوز للاعب الفلبيني بمجريات اللقاء الأمس؟ اللاعب الفلبيني لعب على نقطة ضعف ماجد، واللي أثر على ماجد أنه ما قدر يقرأ المباراة خاصة في الجولة الأولى. داركنا نحن الخطأ في الجولة الثانية بس طبعا كان فات الأوان. اللاعب الفلبيني عنده نقطة ضعف من في الدفاع، يعني دفاع عنده شوي ضعف ستايله في الدفاع. هو اوكي ضربته قوية وردة فعله قوية لكن دائما يلعب وايديه تحت، فكان لازم نستغل. يعني شوف الضربة اللي اخذها الحين هذه، الضربة المؤثرة هذه كانت سببها انه هو ستايله في اللعب هجومي، يعني يفتقر لأسلوب الدفاع. كابتن محمد، في الشهور الماضية حضرنا معسكرات التدريب المستمرة من جانبكم لجميع اللاعبين، لاعب سلطان أيضا شارك بالأمس لكن لم يحالفه الحظ، هل لديك كلمة على هذا اللقاء؟ لكل مجتهد النصيب، وفي النهاية التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الرياضة هناك فائز وخاسر، من لعيبة يتمرن ويجهز عمره والخصم يتمرن ويجهز عمره، في النهاية في لاعب خاسر في لاعب فايز، لكن ان كل واحد يسوي اللي عليه، يبذل المجهود اللي مطلوب منه، والتوفيق من عند الله. لكن الحظ ما حالفنا البارحة، وان شاء الله راح يحالفهم في البطولات القادمة بإذن الله. 10 ثواني أعزائي المشاهدين تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى، وبالفعل تنتهي الجولة الأولى. كابتن محمد، ما هو حلمك كمدرب إماراتي وطني تمثل دولة الإمارات في بطولة قارية دولية قوية كهذه البطولة؟ والله هو المشاركة أصلا حد ذاته في البطولة مثل هذه، يعني أنا بوجهة نظري يعتبر إنجاز. ليش؟ لعدة أمور. احدها ان انت قاعد تتكلم عن بطوله فيها لعيبه يعني اوريدي متاهلين للاولمبياد، يعني انت عندك تقريبا فوق 7 لعيبه ولا 8 اوريدي متاهلين لاولمبياد طوكيو.
يعني بطولة فنية مستواها عالي 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 جدا. صحيح. حتى التنظيم يعني حتى تنظيم البطولة الحمد لله العظيم دولة الإمارات قادرة على استضافة بطولات قوية مثل هذه وتنظيم بطولات قوية مثل هذه. هيبة البطولة وهيبة تنظيم البطولة بحد ذاتها رهبة للعيبة رهبة للمشاركين. بداية الجولة الثانية أعزائي المشاهدين، ولازلنا نستكمل الحوار الصحفي مع الكابتن محمد مصبح الشبلي مدير منتخب الإمارات. مباراة ماراثونية، مباراة ماراثونية صراحة يعني المستوى فيها عالي والرتم عالي من بداية الجولة الأولى. أحس يعني اللعيبة ما وقفوا، يعني كل واحد يحاول يسيطر على الثاني، لكن لين الحين أنا أشوف في تكافؤ بينهم، بس احنا ما نشوف النتيجة من عندنا، بس احنا يعني من وجهة نظري اشوف في تكافؤ بينهم. اللاعب الفلبيني عنده الكونتر اتاكت سريع جدا، والطاجكستاني قاعد يستغل ضعف الفلبيني في الدفاع ويسجل عليه نقاط من مسافة بعيدة. نعم، كلام من منطلق الخبرة وتحليل لمجريات اللقاء من كابتن بخبرة الكابتن محمد. ما هي مقومات اللاعب الجيد في وجهة نظرك؟ مقومات اللاعب الجيد اللي يلتزم يعني انا بوجهه نظري اللي يلتزم بتعليمات المدرب. اذا انت عندك اذا انت مش انسان موهوب ولا انسان عندك مهارات وكفاءات ما كنت وصلت لهالمكانه، مع ذلك ان انت عندك الامكانيات بس ناقصك انك تسمع تعليمات المدرب وتنفذها. المدرب دائما لما يكون خارج الحلقه يشوف اللي انت ما تشوفه، فبالتالي اذا نفذت تعليمات المدرب راح تحصل تقدر تحصل تقدم في البطوله في الماتش. يعني كابتن محمد، من المقرر اقامه هذه البطوله في دلهي، حدثني عن الاستعداد السريع في وقت قياسي جدا لاتحاد الامارات الملاكمه. بس ما خبرتك نحن يعني نحن من هنا ايقاع غير صحيح غير صحيح ناتج غير عن صحيح. لكمه ويامر الحكم بمسح القفاز حفاظا على السلامه. صحيح، اذا سقوط عادي من اللاعب من غير لكمة مؤثرة ما يتم احتساب أي شيء، يقوم ويكمل سير المباراة. نرجع لموضوعنا، نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نحن الحمد لله اللهم لك الحمد نحن قادرين على استضافة أي بطولة عالمية قارية في أي وقت نقدر عليه الحمد لله. يعني احنا سوينا المستحيل في البطولة هذه، يعني خذينا الموافقة على إقامة البطولة في أقل من 20 يوم، يعني كان تنظيم ماراثوني. نعم، انتهى دورة الإمارات العربية المتحدة. أيها السادة، الحكم يقوم بالعد الإجباري على اللاعب الركن الأزرق لتلقيه لكمة مؤثرة تستوجب العد الإجباري. كابتن محمد، اللاعب اعتقد قدر يعرف نقط ضعاف الخصم الفلبيني، ومثل ما قلت لك قاعد يلعب معاه بمسافات طويله ويقدر يسجل عليه نقاط مؤثره وضربات مؤثره. شوف 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 الضربه هذه، يو يو، هذه الضربه قويه صراحه. يعني شوف قدر يعرف نقطه ضعفه وعرف ستايله. اعتقد انهم تابعوا مباراه البارحه بينه وبين ماجد وسجلوا نقاط الضعف للاعب الفلبيني ودرسها صح. لك الفضل يا مايد في اكتشاف هذه الشفرة التي أتاحت للاعب التاجيكي اكتشاف ثغرات اللاعب الفلبيني. لقاء كان قوي وأداء مشرف للاعب سلطان النقبي. كابتن محمد، لقد أثمرت المعسكرات التدريبية بظهور اللاعبين الإماراتيين بتكنيك على درجة عالية وكفاءة تنافسية في هذا اللقاء. احكي لي كيف يكون النظام التدريبي لديكم؟ نظام التدريبي احنا طال عمرك يعني احنا جاتنا الموافقة على استضافة البطولة هذه بأقل من 20 يوم. فنفس ما قلت لك يعني حتى إعدادنا للمنتخب كان إعداد ماراثوني للغاية. نحن صنعنا المستحيل في العشرين يوم هذه، يعني انت في العشرين يوم هذه انت يعني شو بتسوي فيها؟ اعداد بدني عام ولا خاص ولا يعني قدرنا الحمد لله اللهم لك الحمد في الفتره القصيره هذه ان احنا نعد المنتخب يعني باقل الامكانيات، والحمد لله قدرنا نحقق اهدافنا اللي احنا حاطينها في بدايه المشوار. ولين الحين الحمد لله نحن محددين محققنا يعني 70% من اهدافنا، والباقي ان شاء الله في بركه البركه في الشباب باكر اللي بيشاركون ان شاء الله يعوضون الخساره مالت البارحه.
بالطبع ليست مهمة بالسهلة أبدا. طبعا لا خسارة في بطولة نفس هذه، يعني مجرد المشاركة فيها هذا تعتبر ربح ومكسب للعيبة، إذا ما فاز فيها فوز في المباريات يكون هو اكتسب مهارة وفاز بالخبرة الكافية في لعبتهم. إيقاف مؤقت لمجريات اللقاء من الحكم للاعب الركن الأزرق لربط الحذاء. هذه حيلة أحيانا المدربين يلجؤون لها إذا شاف لعبة تعبان ولا شاف لعبة لياقته بدأت تنزل في الجولة الثانية، يحاول يفك له رباط الحذاء عسبة يكسب قليل من الوقت ويقدر ياخذ يلتقط أنفاسه ويرجع يكمل. ملاحظة جميلة كابتن محمد الشبلي، والخبرة في بعض الحيل المتبعة من بعض المدربين. لا يفوتنا في هذا المقام أن نشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على دعمهم الجميع الرياضات بشكل عام ولاستضافة البطولة الأسيوية بشكل خاص، ولدعمهم اللامحدود للرياضة الإماراتية. كما نشكر السيد سعادة أنس العتيبة رئيس الاتحاد الأسيوي ورئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ قرار استضافة هذه البطولة، بالإضافة إلى السيد محمد بخاطر رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، رئيس اللجنة الخليجية للملاكمة للدول مجلس التعاون الخليجي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات العربية للملاكمة سعادة عبد الله الزعابي عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات للملاكمة، والسيد عمر شامس نائب عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات للملاكمة، والسيد حسن الحمادي الأمين العام، والسيد علي سلامة السكرتير التنفيذي. إيقاف اللقاء بقرار الحكم لعدم أهلية الملاكم الفلبيني في الجولة الثالثة لاستكمال مجريات اللقاء، وكان القرار في الجولة الثالثة بغرض سلامة اللاعب الركن الأزرق. No need to take more undo punches، لا داعي لاتخاذ أو أخذ لكمات غير مستوجبة أو غير مستحقة. ليس هدفنا في عالم الهوى جلد اللاعب أو إسقاطه أرضا أو التسبب بعاهة، إنما غرضنا المنافسة الشريفة والروح الرياضية وتسجيل النقاط. الفوز في هذا اللقاء للركن الأحمر اللاعب الطاجيكي بعد قراءة الشفرة الفلبينية من مباراة الأمس. القرار RSC في الجولة الثالثة، Referee stop the contest. لقاء قوي، مبروك للاعب الركن الأحمر اللاعب الطاجيكي كابتن محمد. لقاء موفق للحكم حتى كأدار المباراة بطريقة صحيحة، وقراره كان حاسم وقراره يا في الوقت المناسب من وجهة نظر الشخصية يعني. ورئيس لجنة الحكام ممكن يكون له رأي آخر، لكن أنا رأيي أنه أخذ القرار في وقت مناسب وكان حاسم ومؤثر في سير إجراء المباراة. بالتأكيد القرار الأخير هو قرار القضاء، ورأي الخبراء يهم أيضا لنا ولجميع المشاهدين في كل مكان عبر قناة دبي الرياضية، قناة أبوظبي الرياضية. كابتن محمد، في هذه البطولة يشارك العديد من اللاعبين الأولمبيين، هل تمثل هذه أهمية بالنسبة للملاكمين الأولمبيين؟ أكيد، أنت الحين ما تشارك في بطولة تعرف أن البطولة هذه فيها لعيبة رايحين طوكيو بعد كم شهر، يعني هذه بحد ذاتها يعني شيء كبير بالنسبة للاعبين. يعني أنت الأولمبياد خلاص ما باقي لها فترة بسيطة، واللعيبة هذه اللي مشاركين في البطولة تقريبا آخر